قلنا أول سيف، سيف الروح الذي هو كلمة الله، والثاني درع الإيمان، وتكلمنا عن موضوع الإيمان، والثالث حزين أرجلكم، لا الثالث كان إيه أنا ناسي، ها؟ لا خذت خلاص ما خدناش، ده ناخدها المرة الجاية. حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، وإحنا خدنا ثلاثة والرابع كان مقدمة، فالنهاردة ناخد السلاح الخامس أو هناخد اثنين سلاحين اللي هما منطقة الحق ودرع البر. منطقة الحق ودرع البر هنتكلم عنهم، إيه هما دول؟ قبل ما نبتدي الموضوع عايز أقول لكم إن ربنا يسوع المسيح قال إن من علامات نهاية الأيام زي ما عندكم كده في الورق بتقول نجوم السماء تتساقط، نجوم السماء تتساقط، وبعدها قال في متى قال يضل ولو أمكن الإيه المختارين أيضا. نجوم السماء زي ما احنا عارفين سفر الرؤية الماسك السبع إيه نجوم أو كواكب، النجوم دايما بترمز للناس المؤمنين المسيحيين اللي بيشعوا أو بيعكسوا نور المسيح، وحسب بقى نجم يمتاز عن نجم إيه في الكرامة. إذن النجوم دايما بترمز لنا، والنجوم الشعة قوي تبقى إيه الناس القديسين. فما بيقول إن في آخر علامات آخر الأيام إن نجوم السماء تتساقط، يعني الناس الكويسة هتبتدي تغلط وتقع، الناس الكويسة هتبتدي تغلط وتبتدي تقع. يضل ولو أمكن الإيه المختارين أيضا، ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ما اعرفش انتوا بتتابعوا النيوز ولا مش بتتابعوا النيوز، بس انا بتابع مثلا ايه لما يجوا لي اخبار مثلا الباستورز الامريكان اللي في امريكا، كل اسبوع تقريبا في واحد بينتحر. انا قلت الموضوع والشغلانه بتاعتنا صعبه للدرجه دي؟ نجوم السماء تتساقط، او غير كده الانحرافات الاخلاقيه، مش هتكلم طبعا عن الانحرافات العقيدية دي كتيرة ومن زمان، إنما الانحرافات الأخلاقية ما توصل للقيادات الدينية والقيادات المدنية يبقى الموضوع بدينا ندخل على العلامات دي. أديكم مثل كل دوت، بدي مقدمة عشان أشرح إيه هو الدرع اللي إحنا هنستخدمه النهاردة. واحد متجوز وسعيد في حياته وشغله كويس وناجح وبيروح الكنيسة وممكن يكون ليه خدمة، وتلاقي مرة واحدة سمعت إن حياته اتقلبت، وتسمع إن هو بيتطلق. الله، إزاي؟ إمتى حصل الكلام دوت؟ تقعد معاه يقول لك أنا أصلا مشكلتي إن أنا كان عندي كل حاجة عندي، وعندي العطايا الدنيوية، وعندي برضو ربنا، وعندي كل حاجة، فافتكرت ان انا محصن مش ممكن حاجة تقدر تحصل لي. والموضوع ابتدى بنظرة غلط، وبعدين النظرة بعدها كذبة، وبعدين اعجاب، وبعدين تعلق، وبعدين الوقعة الكبيرة. تقول له طب انت عندك مشكلة في بيتك وفي جوازك؟ يقول له لا، مراتي انسانة كويسة قوي. امال ايه؟ ايه المشكلة؟ ايه الموضوع؟ يقول له رجلي اتزحلقت شوية بشوية كده، ما خدتش بالي، بقيت اعمل زي اللي حواليا، الناس كلها بتعمل كده، عملت زي الناس اللي حواليا، وما خدتش بالي ان ممكن ناس كبيرة زي كده، أو ممكن واحد يكون ماسك في ربنا لسنين، وممكن واحد يكون كويس وطلع من عيلة كويسة، وممكن يغلط ويغلط غلط وحش ويغلط غلط كبير. عشان كده السلاح بتاع النهاردة اليوم حاجتين: درع البر ومنطقة منطقة الحق. المنطقة اللي هي زي حزام كده، بس مش حزام بالظبط، ما بتروحوا هم ديبو كده تلاقي الناس اللي كلهم لابسين ايه حزام بتاع الظهر دوت عشان ايه يسند ظهره عشان بيشيل حاجات تقيلة. المنطقة بالظبط عاملة زي كده،
حزام كده بتاع الظهر بيلبسه الواحد، اي حد فيكم بيشتغل لو بيشتغل شغل كده فيه يعني مجهود او حاجه لازم بيلبس دوت عشان ده يسنده، يسند ظهره ويقدر يقوم بمجهود بتاعه. فربنا قال ان في حزام كده لازم نلبسه اسمه منطقة الحق. واحد تاني درع، درع ده صدرة يعني تتلبس كده زي البوليت بروف شاست اللي هي اللي بيسموه ايه بالعربي اسمه ايه، الدرع الواقي اللي هو بتاع او ضد الرصاص او حاجة زي كده، بيتلبس علشان اصعب حاجة ممكن تتأذي في الجسم القلب، ولو القلب اتأذى يبقى العسكري او الجندي دوت هيموت. يبقى فيه منطقة الحق ودرع البر. لو قلت ايه الفرق ما بين الحق والبر تلاقي ايه هو الفرق، ما فيش فرق، هما الاثنين تقريبا زي بعض، بس واحد بيدي ثبات للانسان عشان ما يبقاش متزعزع وطالع ونازل وكده، والتاني بيحمي القلب. عشان كده الموضوع بتاع النهارده الثبات في الحق وحمايه القلب، الثبات في الحق وحمايه القلب. معناه ايه الكلام دوت؟ طبعا الحق والبر هم المسيح، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وزي ما بولس قال صار لنا على المسيح حكمة من الله وبرا، هو البر بتاعنا. عكس الحق وعكس البر هو الايه؟ عكس الحق الكذب. ومين هو الكذاب وأبو الكذاب؟ الشيطان. الحق هو أننا أولاد ربنا، وان احنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان احنا دعينا لحياه القداسه، وان احنا مخلصين بالفداء بتاعه بروح القدوس. بس دورنا ان انا البس هذا الحق واكون ثابت غير متزعزع فيه. عمر ما حد فينا هيبقى عنده بر من ذاته، لازم هاخد بر المسيح، بس دوري ان انا البسه. الدرع دوت مش بتاعي، عشان كده فاكرين في الاول خالص قلنا ده سلاح الله الكامل، يعني مش بتاعنا، ده بتاع مين؟ ده بتاع ربنا، هو اللي بيدهوني مش انا اللي بعمله، ربنا اللي بيدهوني، بس لازم البسه، دوري انا ان انا البسه. عشان ناس كتير قوي تقول ايه، طب الشيطان ضحك عليا، الشيطان عملني، احنا اتكلمنا في الموضوع ده في الاول، بس لما ربنا اداني حاجه ده دوري ان انا البسها او ان انا ما البسهاش. إبليس عايز يوقعني في الغلط أو عدم الحق، وبعدين يدني عليه يشعرني بالذنب، ودي الحاجتين اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة. أدي مثال، عايز يوقعني في الغلط الأول، وبعدين إيه؟ يخلي قلبي يبوظ، يديني الغلط وبعدين يبوظ لي قلبي ويبوظ لي ضميري. زي مثل اصل الحق والبر والحاجات دي تبتدي بالحاجات الصغيره مش الحاجات الكبيره. واحد يقول ايه، انا باخد حاجات من الشغل، الحاجات دي صح ولا غلط؟ الكل بياخد والمدير بتاعي بياخد وهو عارف ان انا باخد، صح ولا غلط؟ او بصوم وبعدين الاكل في بعض الاكل مش 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 صيامي قوي يعني، وبلاقيه ما فيش اي حاجه باكلها باخده، صح ولا غلط؟ في الاول يقول لي صح اروح اعملها، بعد ما اعملها يقول لي ايه، غلط. انت بتسمي نفسك مسيحي؟ انت بتنفسي نفسك صايم؟ انت حرامي. وبعدين يرجع يقول ايه، لا طب انا عملت الصح، لا ده انا عملت الغلط. اكتر حاجه الشيطان عايز يوقعها في الانسان الكونفيوجن، يخلط كده ما بين الحق والباطل ويوصل لمرحله كده هو بحيث الاثنين يبقوا خلطه على بعض، محدش عارف الصح من الغلط فين. يبقى في الاول يوقعني في الغلط، وبعدين في الاخر يلومني ويدني عليه ويشككني، ويوصل ان هو يوصلني للشك زي ما احنا قلنا. عايز يوصل لايه؟ زي ما بقول يوصل يخلط الحق بالباطل ويبوظ جهاز ربنا حطه فينا اسمه الضمير. ربنا حاطط في كل انسان فينا اول لما اتخلق وتولد الضمير. الضمير ده انسان مسيحي غير مسيحي، اي انسان بيتولد بيبقى عنده ضمير. الضمير ده جهاز جوه في النفس بيوزن الصح من الغلط، يقول ده صح ده غلط. واول لما الانسان بيبقى مسيحي الضمير دوت بتيجي حاجه تمسكه، يجي الروح القدس يستلمه ويقول انا اللي هحرك الضمير من هنا ورايح.
وبدل ما الضمير يقول ده غلط وده صح يقول لا ده شبه شر انا هبعد عنه، لا ده ما يعجبش ربنا، ده ما يفرحش ربنا انا هبعد عنه، فيعلي مستوى الضمير لمستوى اعلى بكتير قوي. يبقى انا مش مستوايا مستوى الناس اللي بره لان انا مش عندي ضمير زيهم، لا ده انا عندي روح القدس اللي هو مستوى اعلى بكتير جدا 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 من الضمير الطبيعي. عشان كده يقول كده الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم اولاد الله. الذين ينقضون بروح الله اولئك هم اولاد الله. وفي الآية اللي بعدها هتلاقيها عندنا في الورقة بتقول في جميع أعمالك اقتدي بضميرك فإن ذلك هو حفظ الوصايا. في واحد تقول له يقول لك ده واحد ما عندوش ضمير. يعني إيه ما عندوش ضمير؟ ما فيش حد ما عندوش ضمير، بس الجهاز اللي بيوزن الصح من الغلط ده باظ من كتر ما ده صح ده غلط ده صح ده غلط، خلطنا دوت على ده، ما فيش حاجة اسمها حق وباطل، كله دخل على بعض، وده اللي الشيطان عايز يوصل له في الآخر. المفروض أن الضمير دوت عبارة عن جهاز إنذار، أول لما الغلط يحصل يبتدي يعاقب الإنسان ويزعله ويضايقه ويخلي الواحد ما ينامش. بس لو أنا سبت المنبه زي ما واحد كده بيجيب منبه عشان يصحيه، طب لو المنبه قاعد يرن 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 وسبته يرن ساعة واتنين يبقى لازمته إيه المنبه؟ في واحد بيقول لي انا ما بقدرش اصحى عشان المنبه بيقعد يرن. طب انت حاطه ليه لغايه دلوقتي؟ ما خلاص انت تعودت على صوته زي قلته. اللي يحصل كده الضمير يقعد يتكلم وانا مش بسمع، يبتدي الصوت بتاعه يروح، جهاز الانذار ده اساسا يبوظ، يبقى زي قلته، ده جهاز مناعه، واول ما يبوظ يبتدي بقى يدخل للانسان اي خطايا واي مشاكل. عمر ما الشيطان يدخل على الانسان بحاجه كبيره ابدا، عمر ما واحد ما ابتدى يشرب ويقول انا دلوقتي هبقى إنسان مدمن، مفيش حد طالع من بيته يقول أنا عايز أبقى مدمن، لا واحد بس حاجة بسيطة كده يعني يحس بيها كده يفرفش بس شوي يغير كده جو ولا حاجة، يعني حاجة بسيطة، مش محناش يعني زي الناس اللي بتعمل حاجات وحشة ومحناش من الناس الحاجات اللي بتعمل حاجات جامدة قوي، ده حاجات بسيطة كده. هو مش فكرة حاجة بسيطة، هي فكرة إن الجهاز دوت لو باظ اختلط الحق على الباطل الإنسان مش هيقدر يوصل لحاجة. بولس الرسول قال آية جميلة، الآية دي أنا دايما حاططها قدامي لأن دي قالها واحد خادم وأنا خادم يعني حاططها كده قدامي. بيقول إيه بولس بعدها؟ بيقول لذلك أنا أيضا أدرب نفسي، خلي بالكوا حتة أدرب دي عايزين تحتها خط، أدرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. أدرب نفسي، يعني بولس مش بيقول أنا عندي ضمير، لا بيقول أنا أدرب نفسي ليكون لي دائما كل يوم يعني ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. ده جهاز حساس قوي أحبائي، ما ينفعش أقول إيه حكاية ساعة لقلبك وساعة لربك دي ما بتنفعش، ما ينفعش أقول الجهاز ده وتبوظه النهاردة وبكرة هشغله. إيه رأيك هبوظه من الاثنين للجمعة وبعدين أشغله سبت وحد؟ ما ينفعش، it doesn't work this way. الضمير اللي هي الكلمة المشهورة هنا، ما حدش بيستخدم كلمة الضمير بالإنجليز بس بيقولها integrity، يقول لك هي زمان في integrity. أنا عايزك تقول لي دلوقتي الميديا والناس كلها يطلعوا واحد بس في الدنيا ديت بيقولوا عليه a man of integrity or a woman of integrity، يعني واحد الكلام اللي بيقوله بيعمله، سوري في الكلام، من أول الرئيس لغاية أقل واحد. ده الكبار قالوا حاجات وما عملوهاش، قعدوا يقولوا في الأول يسوي كان وطلعوا ولا كان ولا كان يا ما كان وكله كلام على الفاضي ما حصلش حاجة. فين الانتجريتي دي؟ المفروض ده حاجة بيعلمها الواحد، زي واحد كده صنايعي بيدرب واحد كده صنايعي تحت إيده بيعلمه إزاي الواحد يبقى عنده انتجريتي، إزاي يبقى الواحد عنده ضمير، ازاي يسلك بالحق دوت وبالبر، مش بتاعنا ده، بر المسيح وبر الروح القدس اللي هو بيحطه فينا. ده تدريب. واحد بيقول لك انا بدرب نفسي كل يوم، بدرب نفسي وبدرب اولادي.
النهاردة عايزين نتعلم الموضوع دوت، إزاي الواحد يدرب نفسه دايما يكون بضمير بلا عثرة، مش بس ناحية ربنا إنما من ناحية الناس، زي ما بولس الرسول قال. كلمة integrity جاية من كلمة integrated. integrated يعني إيه؟ حاجة واحدة متجمعة، عكسها حاجة متفرقة. معناها إيه؟ اللي ما عندوش integrity أو اللي ما عندوش ضمير يبقى عنده كذا ضمير، ده بتاع البيت، ده بتاع الشغل، ده بتاع المدرسة، ده بتاع مش عارف إيه، ده بتاع التاكسز. بلاش نتكلم على الحاجات دي اليومين دول، واخدين بالكم؟ فكل حاجة يبقى لها إيه؟ يبقى لها ضمير شكل. ده lack of integrity. يبقى الواحد بوشين زي ما بيقولوا. من قدام الناس حاجة ومن وراء الناس حاجة تانية، إنما the man of integrity he's the same inside and outside, at work, at church. في كل مكان هو نفس الشخص، مش بتصرف بشكل مختلف. ايه أهمية ان الواحد يبقى عنده الموضوع ده؟ وايه خطورته؟ خطورة وأهمية الضمير. ممكن انها تبوظ حياتنا كلها، زي ما حكيت لكم قصة الرجل اللي كان في الأول. الناس اللي أقول لكم عليهم تانيين، الكتبة والفريسيين، كانوا متدينين جدا، ولكن ما كانش فيهم حق ربنا. عشان كده المسيح قال لهم انتوا من جوه حاجه ومن بره حاجه. من بره قبور مبيضه، ومن جوه عظام اموات وكل نجاسه. في بيتك حاجه، وقدام الناس حاجه، وقدام ربنا حاجه تانية. قال لهم كده المسيح: تعشرون النعناع والشبث والكمون وتركتم عنكم اثقال الناموس. عارفين معناها ايه؟ يعني طلع عنده شويه كمون كده في البيت، شويه نعناع، اي كلام زرعه، فيعني لقى فيه 11 عود، فالعشر بتاعهم كام؟ 1.1 فيطلع عود، وبعدين يروح قاطع واحد. قال لك لا، ده حق ربنا. ياه، طب ده المسيح قال ده انتوا بتاكلوا بيوت الارامل، ولعله تطيلون الصلوات. ده انتوا مفكوش خوف ربنا من جوه، ومفيش محبة ربنا ولا تعرفوه. امال الكلام ده ايه؟ ده منظر بس. للأسف يعني احنا طلعنا في مجتمع يقول هذه نقرة، دي نقرة، وهذه نقرة اخرى. احنا طلعنا في مجتمع بينادي بالهيبوكراسي، فإحنا ممكن نكون خدنا الموضوع دوت من غير ما نكون واخدين بالنا، مع إن ربنا يسوع المسيح أول لما جه يدخل الرياء كنيسة العهد الجديد، حكيتكم القصة ديت مليون مرة قبل كده، وأحكيها وأفضل أحكيها، قصة حنانيا وسفيرة. الناس دولت ناس كويسين ومتدينين، وراحوا عندهم لقوا كل المسيحيين اللي بيبيعوا كل فلوسه، بيبيعوا كل حقول، بيبيعوا كل حاجة، ويروح ياخد الفلوس كلها ويديها للرسل. قال لك طب إحنا ليه ما نكونش زي الناس الكويسة ديت؟ اشمعنا برنابة دوت والناس الكويسة دي باعت حاجات كتيرة وجابت كل حاجة؟ احنا نبيع الحق بس احنا يعني طبعا احنا عايزين شوية فلوس برضو، ما نقدرش ندي كل حاجة، فخلي شوية وندلهم ونقول لهم يعني احنا بعنا الحق كله بالتمن ده. فجول بطرس قالوا له احنا بعنا الحق كله بالتمن ده، يا سيدي ما خليتش حاجة كده ولا كده، ما هو بتاعك. قال لا، ده تمنه كله، وانا يعني مش زي غيري، زي فلان وعلان اللي دفعوا كل حاجة. قال له انت ما كذبتش علي، انت كذبت على الروح القدس. وقع مات. ده واحد جاب فلوس الكنيسة. يعني لو واحد جه دلوقتي النهاردة وقال لي خد المبلغ ده انا بعت بيه البيت بتاعي، ان شاء الله يكون باع 10 بيوت، وده 1 من 10 ولا واتفر، هقبلهم وخلاص، حلو كتر خيره. طب ده جايب لك فلوس يا بطرس، يعني ما تبقاش متزمت كده. قال لا، بلاش الرياء. هو حد قال له يدفعوا كله؟ عايز يدفع 10%، عايز يدفع 1%، مش عايز يدفع حاجة خلاص، هو حر. بس الرياء لا، الرياء لا، مش هيدخل كنيسة العهد الجديد. وهو الروح القدس اللي على فم بطرس قال له تقع دلوقتي، خلاص انت حكمت على نفسك. جات مراته: يا ستي انتوا بعتوا الحقل بالمبلغ ده، ده مبلغ الحقل كله. قالت له اه. قال انتوا الاثنين اتفقتوا على الروح القدس، اللي شالوا جوزك يجي يشيلوكي،
وقعوا ماتوا. قصة صعبة قوي وغريبة جدا، اللي يسمعها ما يفهمش. الكنيسة كانت ماشية كويس وعمالة تكبر، وناس عمالين ينضموا للكنيسة من كل حتة. ليه الغلاسة دي؟ ليه؟ يعني ليه التحبيك ده؟ بس الروح القدس قال لا، كنيسة العهد الجديد ما بقاش فيها رياء. رياء مش موجود، ما ينفعناش، مش بتاعنا. المسيح ما جاش علشان يصلح منظرنا، جه علشان يصلح من الداخل مش من الخارج. وهكذا. ما أكتر بقى الواحد البيوت والناس اللي من بره تبان كل حاجة، كل حاجة زي الفل، ومن جوه تبقى الدنيا تعبانة قوي. حي الإبليس تبتدي بالخداع الأول، يخبي خبي خبي خبي، غطي غطي كل حاجة. وبعدين الإنكار، لا ما فيش مشكلة، عندك مشكلة؟ لا ما عنديش مشكلة، دور بس كده، لا ما فيش مشكلة. وبعد الإنكار لوم الآخرين. ده اللي عمله آدم وحواء بالظبط. الأول استخبوا، بعد كده هو أنكروا إن في مشكلة، وبعد كده هو قال لك ده هي اللي خلتني أقع، ده الحية. ده اللي بيحصل لغاية دلوقتي، في حين إن الحل إن الواحد يلبس منطقة الحق دي، حرية مع نفسه ومع ربنا، إن أنا أبقى صريح مع ربنا ومع نفسي ومع الناس. ما أجمل البال اللي بيبقى مش مشغول أخبي، أقول إيه وما أقولش إيه، أقول لده إيه وأقول لده إيه وأقول لده إيه. ليه؟ مش معنى الانتجريتي يبقى الإنسان كامل، لما فيش إنسان كامل، إنما يبقى إنسان صريح. فيش حد إنسان كامل. أما بنقول man of integrity مش معناه واحد perfect أو واحدة perfect. أما نقول إن إحنا لابسين درع الحق، منطقة الحق ودرع البر، مش معناها إن إحنا ناس كاملين مش بنعمل غلطات. بس لما بعمل غلط بقول أنا عملت غلط، بقول قدام نفسي وبقوم قدام الآخرين إن أنا عملت غلط. ده الفرق، ده الفرق. هو كل اللي عايزه كان من حنانيا وسفيرة يقول لا إحنا ما بعناش الحق لكله، ده 80% وإحنا خلينا 20%، كتر خيركم، حلو قوي. احنا ما قدرناش نعمل زي الناس اللي عملوا 100%، حلو قوي، كتر خيركم، كويس. انما عايزين نظهر وعايزين نبان بتضيع الدنيا خالص. اللي عنده انتجريتي يسمي عدم الامانه سرقه، لان هي سرقه، وما يسميش كلام ملتوي يسميه ايه؟ كذب. واخدين بالكم؟ هو صريح، صريح مع نفسه، صريح مع ربنا، صريح مع الآخرين. أما يبقى في نظرة شريرة يقول أنا عندي نظرات شريرة. لأن هو عايز في الآخر إن هو يلبس درع الحق دوت، منطقة الحق ودرع البر، عايز يبقى ربنا هو اللي مشكله، وربنا اللي مشكل حياته، وربنا اللي في حياته، وربنا اللي مديله المهابة بتاعته. الإنسان اللي بيبقى عنده انتجريتي يبقى إنسان ليه مهابة، زي ما قلنا المقولة بتاعت سيدنا البابا في أول النهضة، إن الإنسان اللي بيبقى صامت كده وعنيف مع الشيطان ومع الخطية يبقى له مهابة عند الشياطين. ما تجيش تقول ده أنا بس بتكلم مع واحد عشان برتاح له. لا، إذا أنت بتتكلمي مع واحد بترتاحي له وبتحكي له أو اللي ما تقدريش تقولي لجوزك، يبقى ده زنا، زنا بالقلب. إنما بقى نقول ده أصل دي حاجة بسيطة، أصل ده يعني ما عملناش حاجة، هي تبتدي بكده، عمرنا ما تبتدي بحاجة كبيرة. منطقة الحق ودرع البر معناها إن أنا أتمسك، اللي بيتمسك بالحق بيتمسك بالمسيح. أنا أحط لكم كلمة قوية هنا، بيقول الكذب شيطان، ومن يدخل الكذب حياته يدخل الشيطان حياته. الكذب منه عدم الصراحة، وإن أنا أخبي، وان انا ما اقولش ان فلان كلمني او فلانه كلمتني، ما هو اسمه كذب.
ولو ما سميتوش كذب هقع في اللي بعده. دي المشكلة. تبان ازاي الكذب؟ يبقى الواحد بيخبي. واحد مخبي التليفون بتاعه. طب مخبي التليفون بتاعك ليه؟ مخبي التكست بتاعتك ليه؟ مخبي الايميل ليه؟ ليه ما بقاش ناس تاني عارفة؟ ليه في أسرار؟ ليه في أسرار؟ الإنسان اللي عنده انتجري ما بقاش عنده أسرار. أسرار إيه اللي تبقى عندي؟ يقول أصل أنا مش عايز مشاكل، مش عايز أسئلة كتير. لا، إحنا بنقول بنضحك على نفسنا. إنما الواحد ممكن بيكون بيضيع نفسه، بيطرد الروح القدس وبيطرد عمله، لأن اللي بيدخل الكذب حياته بيدخل الشيطان حياته. داود، داود مفيش حد زيه، زي ما ربنا قال كده: وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي. مفيش حد قلبه زي قلب داود، حدش عنده العلاقة بتاعت ربنا زي داود. بس داود ما خدش باله، اشتهى واحدة، زنى معاها، قتل جوزها. هو وداه الحرب، قال حطوه في الصفوف الأولى ورجعوا، رجعوا. اما تحطوا في الصفوف الأولى وترجعوا يعني هيحصل له ايه؟ ما هيتقتل. مات الراجل، اتقتل الراجل. حس بإيه داود؟ الحمد لله خلصنا منه، كل حاجة بقت تمام، احنا دلوقتي ايه؟ شرعيين دلوقتي، هات الست ونتجوز وكله تمام، واعمل الفرح. يا عملت الفرح كده وانبسطت يعني يا داود؟ لغاية ما ايه؟ قعد في الموضوع ده بيقوله حوالي سنة ولا حاجة، لغاية ما جاله نسان النبي وحكى له القصة اللي انتوا عارفينها ديت. قال له واحد غني واحد فقير، واحد غني عنده يعني مواشي كتير، واحد فقير عنده معزة واحدة. والغني جاله ضيف، بدل ما يذبح له حاجة من اللي عنده، راح واخد المعزة الوحيدة اللي عند الرجل الفقير. ما عندوش غير معزة واحدة، بيتدفى معاها، بياخد من لبنها، وعنده زي عيل يعني. فما جاله الضيف، راح واخد البتاع المعزة بتاعت الرجل الغلبان دوت ودبحها للضيف اللي جاله. ايه رأيك في الرجل دوت؟ قال الحق، ان الرجل دوت لا يقتل، لابد ان يقتل هذا الرجل. ده سرق معزة رجل، هيتقتل عشان سرق معزة؟ قال لك لا، ده انسان ما عندوش قلب. فقال له انت هو الرجل. انتوا فاكرين داود قعد سنة ما بيصليش؟ ده كان بيصلي، بس صلاة كده يعني، الصلاة اللي احنا عارفينها ديت: الحمد لله خلصنا، بسم الاب والابن. بعد اللي باخد ما بيبقاش عارف خلص، الواحد قال الايه ولا ما قالش ايه، وخلصنا شيك مارك، يلا يا عم صلينا. داود ده مش انت، مش انت، ده انت بتاع يا الله الهي تشتاق اليك نفسي كاشتياق الايل الى جداول المياه. مش انت بتاع الحاجات دي. خدش باله وراحت عليه والضمير نام. قال له انت هو الرجل، وربنا هياخد حقه منك. اللي انت عملته دوت زعل ربنا، كان حماقه قدام ربنا، بس ما كانش واخد باله، مش ما خدش باله. حصل الموضوع اللي احنا بنقول عليه، ما كانش مختبئ في هذا الحق. عشان كده المزمور بعدها يقول ايه من المزامير؟ قال: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. اول لما الكذب يدخل حياه الواحد، المسيح يخرج، لان قال انا هو الحق، انا هو الطريق والحق والحياه. ما ينفعش يبقى النور والباطل مع بعض. نقعد بقى نقول كذبه بيضة، كذبه سودة، كذبه مش عارف ايه، هي كده الروح القدس بيخرج على طول. السؤال: ازاي الواحد يدرب ضميره على الحق زي ما بيقول بولس الرسول؟ ازاي يلبس درع البر دوت ومنطقه الحق؟ هنتكلم عن واحده وبعدين التاني. الاول منطقه الحق. الواحد، اول واحده، ان اعيش بتدقيق. دي كلمه بقى محتاجين نكتبها، بقى اعيش بتدقيق، وهشرح يعني ايه التدقيق. حطيت الايه تاني: لذلك ايضا، لذلك انا ايضا ادرب نفسي. حلو قوي، ادرب نفسي، ده بولس يا جماعه. ادرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثره من نحو الله والناس. يعني ايه ادرب نفسي؟ يعني كل ما الميزان يبوظ اعمل ايه؟ اصلحه. اللي فيكم يعرف الحاجات دي، في حاجه اسمها كاليبريشن،
كاليبريشن ديت اي حاجه بتعمل ميجرمنتس لازم كل شويه كده يروحوا يتاكدوا عشان تبقى الموازين صح. كاليبريشن، امتحني اعرف اللي فيا ايه، احطه قدام ربنا. اللي قدامك اللي انت شايفه ده يا رب ده حلو، ده يرضيك يفرحك منك. لازم احافظ على هذا الحق بكل قوتي. اول لما ربنا بيشتغل في حياه الواحد، واحد مثلا يقدم توبه واعتراف ويتناول ويبقى حاسس كده ان هو في سلام مع الله، هي دي مني؟ ده شطرت يعني عشان اقول انا السنة اعترفت وتناولت؟ لا، دي عطيه من ربنا، دي السلام اللي ربنا مديهولك. طب انا دوري احافظ عليه، الحق ده من ربنا والمغفره دي من ربنا، بس لما تاخدها حافظ عليها، لانها مش وجود الحق في حياتك، دي وجود الله في حياتك. عمرنا ما بنبص على الحق ان هو ربنا، بس هو دي الحقيقه، الحق هو المسيح. وجود الحق هو وجود المسيح، عدم وجود الحق عدم وجود المسيح. مش بنتكلم بقى على حاجه صغيره وحاجه كبيره والواحد يبقى يعني ما 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 يعني هنجي لها الحته الواحد بقى يبقى ايه كل حاجه متشكك فيها، لا مش عايزين كده. طيب يعني ما خدش الحاجه الفلانيه من الشغل، ما كلمش فلان اللي بكلمه ده، ما كلمش فلانه. لو انت تقدر تصارح الموضوع دوت، لا لو تقدر الموضوع ده تقوله قدام نفسك وقدام اللي حواليك، يبقى ناخده بضمير صالح واعمله. انما اول ما ابتدي اخبي يبقى في حاجه غلط، اول ما ابتدي اخبي يبقى في حاجه غلط. طب بخبي ليه؟ بولس الرسول يقول كده: طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، معناها ايه؟ يا بخته اللي اتدرب يبقى عنده ضمير كويس. يعني ايه؟ يعني انت بتستحسن الموضوع ده، ما تدينش نفسك بقى عليه. بتعمل حاجه ديت وبتعملها بضمير سليم وقدام الكل، طب خلاص ليه الوم نفسي؟ اديكم مثل، زي واحد يكون عنده خطيه واعترف بيها. ساعات واحد يجي يقول لي الخطيه اللي اقولها لك ديت انا اعترفت بيها قبل كده مع ثلاثه اربعه كهنه. طب انت هتقولها لي ليه؟ ليه ضميرك تعبان كده؟ طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. طب ما ربنا غفر لك، ده بيقول انا ارميها في بحر النسيان. يا بخته اللي يبقى عنده ضمير مستريح، يا بخته اللي يبقى عنده ضمير مستريح في سلام مع الله، ربنا راضي عني وانا في علاقه كويسه معاه. نخاف احنا بالموضوع دوت؟ نخاف ليه؟ بولس الرسول قال موضوع على ايه؟ على موضوع كان انتوا عارفين كان في اوثان وحاجات زي كده، الاوثان كانوا بيقدموا ذبايح يذبحوا الذبيحه وبعدين تتباع بعد كده، فالمسيحيين يروحوا يشتروها، فواحد تاني يقول الحق انت جبت من اللحمه دي؟ دي مذبوحه الاوثان. انا ما اعرفش انها مذبوحه الاوثان. فيقول ايه بولس الرسول؟ قال لك روح انت اشتري، ولا احنا مالناش دعوه بالاوثان ولا بنؤمن بيه، روح اشتري عادي. بس لو واحد قال لك دي مذبوحه الاوثان ما تاخدهاش. ما خلاص انت تقعد، انت هتقعد تتعب نفسك وتضعف ضميرك وتتعب اللي حواليك ليه؟ ما تستاهلش، ما تستاهلش. اللي عايزين نوصل له ان راحه الضمير وسلامه الضمير، سلامه القلب مع ربنا اغلى بكتير جدا من اي حاجه ممكن الانسان يستمتع بيها، اغلى بكتير. ما تستاهلش، مفيش اي حاجه في الدنيا تستاهل ان الواحد يحافظ عليها ويخسر الموضوع دوت. طب لو غلط اتوب، أتوب. بصوا الآية اللي بعدها في الصفحة اللي بعدها بيقول: كل شيء للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. عايز أقول الواحد بيوصل لمرحلة أما الضمير يتنجس يبقى إيه الصح وإيه الغلط؟ لا ده كله غلط، أي حاجة تبقى غلط. ودي حالة مش عايزين نوصل لها، انما عايزين نوصل للمرحله ان انا دايما في سلام على ضميري، دايما مرتاح، مفيش اي حاجه تستاهل، ولو في حاجه تعبه ضميري اطلعها على طول، ما اسيبهاش، ما اسيبهاش يوم ولا اتنين ولا شهر واتنين وابقى نايم عليها ليه؟ لا
انا ساعات يجي واحد يقول لي اللي هقوله لك ده انا ما قلتوش لحد من 25 سنه. طب ليه عايش كل ده؟ ليه ابليس حبسك في الحبس ده؟ مش مستاهله. ايه يعني هيكون ايه؟ هو في خطيه ربنا ما يقدرش يغفرها؟ الناس كلها يا اخي بتغلط، بس القديس الطاهر بيتوب. ده الفرق ما بينه وما بين الانسان اللي ضميره مش سليم. اول لما الواحد ياخد باله من الموضوع ده يلاقي نفسه بقى مختلف عن الاخرين، ودي حاجه كويسه، يشهد للمسيح. يقول كده في فيليب 2:15: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء اولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كانوار في العالم. اقدر اقول الايه دي تنطبق عليا؟ الايه دي اقدر اقول تنطبق عليا؟ عارفين مشكلتها ايه؟ لكي تكونوا بلا لوم. طب انا عندي لوم؟ طب مين اللي بيلومني؟ انا اول واحد بلوم نفسي. طب ليه الوم نفسي؟ ليه افضل الوم نفسي واخلي الشيطان يلومني؟ طب ما اخلي الحق يحررني وطلع كل ده وتبقى في سلام مع الله ومع الناس، يبقى ضميري مرتاح من كل حاجه. مفيش اجمل من كده. منطقه الحق ودرع البر دي تسند، تخلي الانسان كده صلب قدام كل حاجه. تجي له تجربه مش يقول لك بقى ده ربنا بقى ايه بيحاسبني بيدفعني الثمن. طب ليه افضل متشكك كده؟ درع البر القلب سليم مع ربنا، لو في حاجه تطلع مفيش حد يبقى بلا خطيه، ولكن بالتوبه تخلينا قديسين وعايشين حياه القداسه. النقطه الثانيه ان هي يبقى اول واحد اعيش بتدقيق، الثاني انا اعيش بدون ذنب. بدون ذنب يعني برضو اللي بيدقق قوي ده اكتر واحد بيلوم نفسه، فلازم يبقى في حكمه وبالانس. لان بنطونيوس سالوه ايه احسن فضيله؟ قال لهم الافراز يعني الديسيرمنت، ازاي الواحد يفهم كده يوزن الصح من الغلط. لان الواحد لو ما عملش نمره واحد بحكمه، لو دقق زياده ممكن يبقى دايما متشكك. الشعور بالذنب هل هو من ربنا ولا من الشيطان؟ في كده وفي كده. في شعور بالذنب من ربنا، الروح القدس بيبكت، وفي شعور بالذنب من الشيطان. زي ما قلت لك يدي الواحد الخطيه بعدين انت مسيحي؟ انت انسان كويس؟ انت تنفع؟ انت فاكر نفسك انت ام ولا انت زوج ولا انت مش عارف ايه؟ يقول كده الروح القدس، نقول عليه ايه؟ روح الحق الايه؟ معزي. مع ان الحق والتعزيه عكس بعض. يعني لو قلت لك كلمه الحق تزعل، او لو انت قلت لي كلمه الحق ازعل، لان الحق دايما ساعات كده يبقى يعني مش واحد مش بيحب يسمعه كده بالظبط زي ما هو. يعني لو قلت لي حقيقه نفسي، انما الروح القدس مش كده، يقول لي الكلام ده ويعزيني، يقول لي بس انت شاطر، بس انت ربنا مش هيسيبك، هيقويك، ما تخافش انت ابن ربنا. الروح القدس يخلي الواحد يبكي على خطيته، بس من جواه بيبقى ايه؟ فرحان. مش يقعد يلومني لدرجة ان انا اكره نفسي واكره عيشتي وايأس وابعد. في ناس ما بتجيش الكنيسة عشان عندهم احساس بالايه؟ بالذنب. هو ده من ربنا؟ لا يمكن، مش ممكن ابدا. فلازم الواحد يشوف الشعور بالذنب ده، دي بقى حماية القلب. الواحد ياخد باله من قلبه. ما يصحش الواحد يتعود على الشعور ده ويعيش بيه. عارفين بالظبط زي ايه؟ زي واحد يبقى عايش في بيته وجايب كده صندوق زباله كبير قوي، وكل ما ياخدوا الزباله يرموه في الصندوق، والصندوق دوت موجود جوه البيت ومش هيطلعه، وخلاص عايش بقى. اول يوم يومين اسبوع ريحه كانت صعبه قوي، بعد كده ايه؟ خلاص الواحد اتعود على الريحه. لا، ربنا مش عايز كده. مش صح ان انا اتعود على الريحه، مش صح الواحد يتعود على الاحساس بالذنب. لا، مفيش اجمل من هذا السلام اللي ربنا عايز يديهولنا. وده من أهم أهداف سر الاعتراف، تأكيد للمغفرة عشان ما أعيش بالذنب.
طبعا الواحد بياخد سر الاعتراف ده الواحد يروح ويفضح نفسه كده، لا ده الواحد بيروح عشان اقول مغفوره لك خطاياك. جميل قوي ما اسمعها وابقى متاكد منها، مش قاعد اقول ايه طب انا تبت بقى مش هعمل كده تاني فاكيد ربنا غفر لي، مش كده؟ مش هو ربنا غفر لي؟ طب غفر لي ولا ما غفرليش؟ طب واللي بيعمله معايا ده هو بيحاسبني ولا بيعاقبني ولا حصل ايه؟ متشكك. عشان كده الكنيسه قالت ما تخافش، انا خليك حد يقول لك ايه مغفوره لك خطاياك. ايه هي مضار الشعور بالذنب الغلط اللي مش من ربنا؟ اللي زي ايه؟ زي ربنا زعلان مني، ربنا زعلان عشان انا ما صليتش الصبح، كان يوم اسود يعني يوم ما طلعلوش نهار عشان ما صليتش الصبح، هل ربنا بيتعامل كده؟ او الخطايا اللي انا عملتها من زمان وانا شاب عملت لحقني، ده الشعور بالذنب اللي يفضل مع الانسان ويستمر. مشكلته كذا حاجة، أول حاجة انفصال عن الله، بيفصل الإنسان عن ربنا، مش حاسس إن ربنا معي، حاسس إن أنا ضده، مش مع بعض. Believe it or not اللي عنده شعور بالذنب دوت مش ما يعملش الخطية، ده بيشجع على الواحد يعمل الخطية، ما أنا كده كده وحش، أنا كده كده وحش. النقطة الأخطر إنه يفقد التمييز بين الأشياء الكبيرة والصغيرة. مرة اللي فاتت اتكلمنا عن خطية الزنا وقلنا خطية الزنا مختلفة عن كل الخطايا، والكتاب المقدس قال كده والكنيسة قالت كده، إنما الواحد بقى عشان ما الواحد كده كده ضايع وفي حاجات غلط وبتحصل، لا في حاجات كبيرة، في حاجات أكبر من حاجات، وفي توبة غير توبة، في توبة محتاجة سوري، وفي توبة محتاجة شغل سنين، يعني في حاجة في خطية أعملها محتاجة بس كلمة أنا آسف. بس لو واحد انا عذبته لسنين ما ينفعش اعتذر له اقول له انا اسف، لا دي عايزه لازم ارجع له ولازم اعوضه عن حاجات كتيره قوي. فاللي بيبقى عنده شعور بالذنب دايما الدنيا كلها زي بعض، الخطايا الكبيره زي الخطايا الصغيره، والحاجه الاكبر الكآبه وفقدان الامل، واحد دايما مش مبسوط كده وما عندوش امل في نفسه ان هو يتحسن ولا ان هو يكبر او اي حاجه، او ان هو يبقى انسان كويس او ربنا يحبه او يبقى انسان مرضي عنه، ما عندوش امل في الموضوع ده. فزي ما قلنا الروح القدس عايز يبكتني اما يبقى في خطيه، واخدين بالكم ازاي؟ بس الشيطان عايز يعيشني في الذنب، ابقى عايش بالذنب، لان زي ما انا شرحت لكم ان دي من اكتر ومن اهم الحاجات اللي بتفصل رب الانسان عن ربنا. هو عايز الواحد كده يعيش، يقول كده هو يسميه ربنا يقول عليه المشتكي في سفر الرؤيا، المشتكي مشتكي علينا، اشتكي اشتكينا لربنا واشتكينا لنفسنا واشتكينا للقديسين. عشان كده لازم يكون ليه علاقة سليمة دايما مع ربنا كل حين، باب التوبة دايما مفتوح، فيش حد ما بيغلطش، ليس أحد بلا خطية لو كانت حياته يوما واحد على الأرض، بس ما عودش بصفحة الزبالة دي موجودة، أتعود أن أنا أعيش بقلب نقي وبحق المسيح، ودوت هينتقل للأجيال اللي بعدي واللي بعدي. لازم تكون برضو علاقتنا مع المسيح وثيقة ليها حب ومودة. صدقوني أحبائي هو ده السلام الكامل اللي ربنا بيتكلم عليه. إحنا بنقعد نتكلم عن السلام 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 والفرح، مفيش أجمل ولا أعظم من السلام والفرح اللي يبقى الإنسان في سلام مع الله ومع نفسه ومع الآخرين. شعور جميل قوي، شعور جميل قوي، مش معناها أن كل حاجة بيرفكت في حياته، بس من جوه بتدي ارتياح كده غير عادي. علامة العلاقة الصح مع ربنا يسوع المسيح هي الفرح، يبقى الإنسان فرحان، السلام والفرح اللي بقول عليه دوت، مش الواحد دايماً، إنما اللي ضميره بقى واسع دايما متشكك، متشكك في حب ربنا ورحمة ربنا، يحصل له مشكلة مش عارف ربنا هيقف معاه ولا لا، ليه؟ ما أنا برضو مش ماشي صح قوي، بس ده يعني طب ده أنت كده ضاعت منك رحمة ربنا وحب ربنا، ده حب ربنا ورحمة ربنا ملوش علاقة باللي أنت بتعمله خالص. صورة ربنا بتتشوه عند الواحد،
بصوا الآيات ديت من فيليبي 4:4 جميلة قوي، بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. ليكن حلمكم اللي جاي من حليم يعني معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، تهتموا تخلقوا يعني be anxious for nothing، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلام الله الذي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. السلاح الكامل، سلاح الله الكامل اللي احنا بنتكلم عليه في النهضة ديت وبنتكلم عليه النهاردة، أن نلبس المسيح، نلبس الحق بتاع المسيح، نلبس البر بتاع المسيح. خليش أي حاجة تفصلني عنه ولا عن محبته أيا كانت، ولا الخطية. الشيطان عدوته مع المسيح مش معانا. ولو انت اكتر انسانه او انت اكتر انسانه محترمه في الدنيا كلها بس المسيح مش فينا، عايز اقول الشيطان هيساعدك وهيخليك تروح الكنيسه وهيخليك تصلي وهيخليك تصوم. ادم في حاجز ما بينك وما بين المسيح. وبعدين يقول لك معلش الموضوع ده دي اوكي، دي حاجه صغيره، دي حاجه كبيره، دي مش من الكبائر من الصغائر يعني فوت يعني. بس هي الفكرة مش حكاية الصح والغلط، الفكرة فكرة المسيح، الحب وجوده في حياتي دوت هو ده اللي بيدي هذا السلام. أول ما الواحد يثبت المسيح يجي يحارب الشيطان ويحارب بقوة، ولكن لا يقدر علينا. يحاربك ولا يقدر عليك ولا يقدرون عليك. كوعد الله إن ثبتنا فيه يعني، عشان كده بيقول البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا. أكتر سلاح يخليني أحارب العدو علاقتي الحلوة مع شخص ربنا يسوع المسيح، اللي خالية من الذنب وخالية من الغلط وفيها حب وفيها تفاهم وفيها يعني اتصال دايم، وحاسين كده أن إحنا قريبين قوي لبعض. عشان ما أسأل واحد أخبار حياتك الروحية إيه يقول بصلي مرة في اليوم مرة ونص، ينفع؟ أنا مش بتكلم أنت بتصلي، مش هي مش تشيك مارك الواحد بيصلينا. لا، علاقتك بهذا الشخص، شخص الإلهي اللي ساكن فيك، هل هو صديق زي ما هو عايز؟ هل هو عريس زي ما قال كده يعني عندي عليك لأنك تركت محبتك الأولى فتوب واعمل الأعمال الأولى. ليه أنا عملتش حاجة؟ أنت شايفني يعني عملت إيه؟ لا، بس انت ناقصك حاجة حلوة قوي هتثبتك وهتقويك وهتديك فرح وهتديك ضمير حلو وهتديك سلام، فرح لا ينطق به. مش بس ان انا ما اعملش الغلط، انما انا اثبت في شخص المسيح. هل هو حبيب بالنسبة، هل احنا كليكت مع بعض ولا مش كليكت مع بعض؟ الكليك ديت ما حصلتش، ولا حصلت من زمان ودلوقتي هالحكاية ماشية وكده. عارفين احنا بنعمل مع المسيح ايه؟ زي ما بنعمله برضو في الجواز بتاعنا بالظبط. هنا تلاقي الاثنين اللي مش بيرتاحوش لبعض كل واحد يروح في حاله خلاص. انما احنا عندنا طبعا الحاجات دي غلط ومش صح وحاجات زي كده، فممكن يقعدوا 30-40 سنه وهم مش بيطيقوا بعض في نفس البيت. احنا ساعات بنعمل مع ربنا كده، بنعمل سايلنت ديفورس. انا بعمل الحاجات اللي بدي لك الفرايد بتاعتك وانت يعني خليك كويس معايا وخلي المواضيع كده تمشي وخلينا ماشيين كده كويس. طب فين الحب؟ بيقول كده هو في أرمية، ذكرت لك ايام خطبتك لما سرت ورائي في البريه، فاكره؟ وكنا بنحب بعض، كنت بتيجي ورايا في البريه. يعني ايه؟ يعني الدنيا عارفين زي ما بيقول لك اتنين بيحبوا بعض وماشيين في وسط الصحراء يشوفوا كانها جناين والدنيا كلها حلوه والجو لذيذ. هو ربنا بيقول كده، فاكره؟ جاريك ورايا في البريه اما كانت الدنيا كلها وحشه وصحراء، بس عشان الحب اللي ما بيننا كنت متقويه وكنت جامده. هو ده الثبات، الثبات في الحق، هو ده المنطقه اللي تمسك الواحد وتخليه كده ثابت في الضيقات وثابت في كل حاجه، تخليه ثابت غير متزعزع، وتحمي قلبه من كل محبة غريبة. بس مش 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 الواحد بس يقول لا لا انا مش عايز ده ومش عايز ده ومش عايز ده وده غلط. لا،
هي تبديل، تبديل محبة بمحبة أخرى، يبقى هي محبته أكتر من أي محبة تانية، يبقى هو صداقته وعلاقته أغلى بكتير قوي 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 من الحاجة الصغيرة دي ومن الغلطة دي ومن الموضوع ده، لأن وجوده في حياتي ده مهم قوي، هو سر السلام، هو سر الفرح، سر كل حاجة، مش مستاهلة الحاجة الهايفة الصغيرة دي. بقى واحد ممكن يتمنى عن ربنا ويتمنى عن التناول كتير عشان بس مكسوف يصالح واحد؟ هل ده قيمة المسيح بالنسبة لي ضعفت للشكل ده عشان بس مش عايز يقول آسف، مش عايز يعتذر، مش مستاهلة، لأن هو ثباتي وهو قوتي وهو فرحي وهو كل حاجة، هو يحميني يديني الثبات في الحق وهو يديني درع البر. ربنا يدينا أن احنا نحتمي فيه علشان نحفظ أنفسنا من هذه الأيام الصعبة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.